أولى مساحاتنا رح نخصصها للأطفال سالي، واليوم رح نحكي عن موضوع كتير مهم، يمكن حكينا أو أشرنا إله بحلقات سابقة، لكن اليوم رح نحكي عنه بالتفصيل. أكيد رح نحكي على مصطلح صعوبات التعلم اللي عم نشوفه بشكل واسع وكبير عند بعض الأطفال. كيف ممكن أنه نتعامل مع طفل صعوبات التعلم؟ كيف فينا فعلا نوصل له الفكرة؟ وأيضا مجموعة من النصائح للأهالي. اليوم رح تخبرنا عنها أكيد ضيفتنا رندا علي ديب، الاستشارية الاجتماعية. صباح الخير. صباح النور. صباح النيلي. صباحك. أهلا وسهلا. صباح الأبيض. صباحك خير، وأكيد أيامك كلها بيضاء رندا، دائما بيكون لنا حصه هيك معك لنقدر نحن نتوسع بعالم الطفل الجميل، هذا العالم الواسع. نرجع بنقول هلا افتتحت المدارس وهلا بلشت هيك، خلينا نقول شوي صعوبات عند الاهالي. تماما. هون بدنا نحكي عن مصطلح صعوبه التعلم، ما هو هذا المصطلح؟ هلا هو مصطلح بياخذ جانبين، او نمائي أو أكاديمي. أكاديمي بيكون بيواجه صعوبات أو مشاكل، خلينا نقول لحتى نغير عن كلمة صعوبات، بيكون بالقراءة، بالحساب أو بالكتابة، أو بيكون صعوبات أو مشاكل نمائية، اللي نحن دائما هذا الكلمة هي بتكون شوي غريبة على الأهل، اللي هي ممكن يكون عنده ضعف انتباه، تركيز، إدراكه بيكون مو على المستوى المطلوب، طريقة فهمه للأمور ما بتكون بالتعبير المجازي بيكون واضحة بالنسبة له. فهي المشاكل كلها، أو اللي هي خلينا نقول إن هي صعوبات، تعمل مثل عائق، لأنه نحن عنا لنعمل بناء معرفي ليتعلم الطفل أو حتى نحن لازم يكون في انتباه، ينتبه للمعلومات، بعدين يخزنها بالذاكرة بدماغه، بعد ما يدركها ويتذكرها بصير بقى بده يتذكرها ليعطي هذا المخرج التعليمي اللي عطاه، اللي هو بالأساس لما بيكون الانتباه ضعيف فهو حيمر مرور الكرام اللي بنسمعه بالمصطلح إنه فات من هون صحيح. وطلع من هون، فما بيعود في بناء معرفي تراكمي، لهيك دائما بيكون في فجوات بعمليات التعليم وبتتعمم، منفوت من مشاكل يمكن تكون كتير بسيطة إلى طريقة تعليم معينة، لحتى نفوت بمشاكل تانية نفسية، ممكن يكون محبط، ممكن يكون دائما انسحابي خجول، أو ممكن يكون عدواني. صح، هذا غير كمان موضوع التاني اللي هو بيكون كتير في مشاكل نفسية مترافقة مع الطفل، الصعوبات اللي مثل الاندفاعية، بيكون دائما ايده سابقه تفكيره، دائما بيتصرف قبل ما يفكر، وبنفس شوي بيكون ممكن عنده نقص دافعيه، فهو ممل، يعني كل شيء ممل بالنسبه له، ما له عنده اي دافع ليقوم لينجز اي شيء بسبب هاي المشاكل او هاي الثغرات اللي هو بمر فيها. نعم، يعني رندا، صعوبات التعلم عم نشوفها هلا صارت اكثر، ما كنا نعرف شو هي صعوبات التعلم قبل. خبرينا اول شيء باي اعمار عم بتكون موجوده او ممكن الاهل او الكادر التدريسي يكتشفها، وهل ممكن معالجه المشكله حتى لو شوي تاخرت؟ تماما. هلا نحن دائما في جانب بيئي ما فينا ابدا نغفل عنه، اللي هو ممكن يكون مسبب، ممكن يكون حجم المنهج الكبير، على توزيع الحصص الغير مناسب، على امكانيات الطفل اللي ممكن يكون شوي ابطا من غيره، او مو بمعنى البطء انه كادراكه او فهمه للمعلومه، ولكن كانجازه. دائما نحن في عندنا محكين اساسيين لنعرف انه هذا الطفل صعوبات ولا هو متجه بمشكله ثانيه، بيكون عندي لازم اول شيء افحص نظره، سمعه، كل هاي الحواس اللي هي بتستقبل المعلومات، انا ما عندي مشكله فيها فمعناتها اوكي بروح بشوف الجان المحك الثاني، اللي هو دائما انا بتجي الام بتقول لي انه انا ابني كثير ذكي وكثير شاطر وبيفهم كل شيء، بس لما انا بدي يجي على الدرس ويقدم مذاكره فهي علاماته عم تكون دون المستوى او مو قد امكانياته، فهو بيكون في تباعد، وفي بين تحصيله العلمي وبين امكانياته ومهاراته. لهيك نحن هون بنركز على الجانب البيئي، بنبسط دائما المعلومات والمنهاج، ومنحاول يكون في هون تواصل بين الاهل
وبين المدرسة، خصوصي مثل ما حكيتي إنه لما بيكون في أعمار أكبر لازم يكون في هذا التوازن إنه نجزء له المهمات المطلوبة منه. دائما رندا بنحكي عن الدمج وهي كيفية الدمج، دمج الطفل يمكن بأطفال تانين، يمكن عملية الدمج عم بتكون مهمة بهذا التوقيت، نحكي عنها شوي. هلا دائما نحن يعني انا حسب ما عم شوف او عم نشتغل حاليا عم بيكون توجهنا للدمج المبكر او التدخل المبكر مع الاطفال. دائما نحن اطفال صعوبات بيعطونا مؤشرات على بكير انه هذا المؤشر ممكن يعطيني طفل لقدام ممكن يفوت بهذا الدمان انه هو يكون في عنده صعوبه معينه. لهيك نحن اللي بنشتغل عليه بنشتغل على آلية التعليم بالدمج، ودائما هي الصعوبات تعلمها هو شيء خفي، يعني هو ما له إعاقة ظاهرة، هو حتى ما فيني اسميه إعاقة، هو مشكلة خفية ما بتكون ظاهرة ابدا على الطفل، بتظهر لما يبلش يتعلم القراية والكتابة ويبلش بقى يفوت بالعمليات الحسابية بتظهر عندي هي المشاكل. لهيك نحن بالعمر اللي تحت الخمس سنين نحاول دائما يكون نظام تعليمنا مبسط بيعتمد على المهارات الحسية، كتير مهم نشتغل اتجاهات. نحن للأسف متلاقي بفوت بالمرحلة الابتدائية ولسه الطفل عنده مشكلة باتجاهاته، وعيه بالفراغ ماله هو بيكون السبب الأساسي لحتى يكون في مشكلة. دائما هدول التفاصيل نحن بنغفل النفس حركي، بنغفل الأنشطة الرياضية اللي بتعتمد على التآزر، بتعتمد هي أشياء كتير بسيطة. أنا أبدا ما قربت على شيء علاجي ولكن هو خط حياة أنا بتوجه فيه. نعم صحيح. بيأثر تماما لأنه ما يكون عندي هي المشكلة أساسا مع الطفل. يعني من هون بتجي يمكن فائدة الدمج، دمج الأطفال عندهم صعوبات تعلم مع الأطفال طبيعيين خلينا نقول. يمكن في كتير مناهج دراسية عم نشوفها بأعمار صغيرة كمان رندا عم تساعد شوي الأطفال إنه يتخطوا أو يكسروا حاجز صعوبة التعلم، مثل ما حكينا بحلقة سابقة التعلم عن طريق اللعب الموجود بأعمار صغيرة كتير. خبرينا اليوم طيب أعراض الصعوبات التعلم، في شغلات بتكتشف الأم إنه طفلة حتى ما عم يتفاعل معها، أحيانا مثل ما قلتي بتكون ناحية نفسية، أحيانا بتكون ما حابب المس تبعه، فخبرينا كمان كيف ممكن تنحل هاي القصة. هلا نحن بلش منلاقيه بلش يعكس بالاحرف، بلش يعكس بالكلمات، مثلا البه بيكتبها نون، مثلا بيبدل بالكلام، ممكن يحذف كلمات تلاقيه عم بينقل من على اللوح بطريقه غلط. دائما نرجع نقول ما بتذكر شيء كامل، احيانا بيكون التعبير المجازي اللي نحن بنقوله هو مو مستوعبه. في هاي التفاصيل هي بتعطيني مؤشر انه انا ابني ليه هيك عم بيعمل، هل هو في ثغره او فجوه بسيره التعليمي ولا لا، هو فعلا كل ما انا علمته بيرجع بينسى. في اطفال بتقول لك بتعلمهم ثاني يوم بيجي صفحه بيضاء انه بحس يعني تماما. ممكن يكون التركيز عنده مثلا اجزاء بسيطه من الوقت ما بيعطيكي الحجم المناسب بتركيزه، ممكن يكون في تشتت انتباه زائد صعوبات تعلم. اي تماما، هنا بيكون هو بيكون من المشاكل النمائيه انه هو دائما بيكون في عنده درجه معينه من التشتت او بيكون انتباهه ضعيف، فهو ما بيحصل المعلومه بشكل كامل، دائما بيحصلها بثغرات وبفجوات فيها، لهيك ما بتعمل هالبناء المعرفي مثل ما ذكرنا. لهيك نحن لما بنتوجه مثل ما ذكرتي بالمنهج التعليمي انه نركز كثير على التمييز السمعي، نركز كثير على الاغلاق السمعي، نركز كثير على التمييز البصري، نركز كثير على الانشطه الحركيه، هدول كلهم لما بيصبوا بقلب المنهاج بيساعدوا. حتى لو المنهاج ما بيغطي هاي المهارات نحن كثير سهل ان نضيفها عليه، بالعكس وسهل للمدرس انه يوصل معلومه بطريقة أسرع ومو متعبة له، يعني ما بيصير كل العبء عليه لحتى يوصل المعلومة، بالعكس بيشاركوا الطفل بهذا الشيء. ودائما على الخبرة الحياتية والعملية كيف أنا أقدر عمم هذا الشيء هو اللي بيعطيني المنتج الإيجابي بالعملية التعليمية. نعم، يعني رندا دائما يمكن صعوبات التعلم هي معنا بالأمر السهل اللي بيواجهوها الأهل وأيضا الكادر التعليمي والتدريسي. هون احنا أمام أنه نقدر شوي أيضا أن حملة توعية مثل ما بيقولوا للأهل أنه معلش نستوعب الطفل شوي شوي، لأنه أحيانا في أهل بيعصبوا دغري، يعني هو
معقول يعني حتى ممكن ينعتوا للطفل بصفات انه انت ليش مثل اخوك مثل اخوك مثلا، او ليش مو مثل رفقاتك، ليش رفقاتك بالصف عم يحفظ وانت بتجي ما عم تحفظ، بشو عم تلتهي هو فعليا ما بيكون عم يلتهي، بيكون في تشتت ذهني. فقديه مهم يكون في مشاركه مع الاهل بهذا الموضوع، لا يعني بالنهايه بدنا نتيجه، ما بدنا لا انه نعصب على الطفل لا انه الطفل ما يطلع بنتيجه. للاسف نحن بسيرفيس ثقافتنا بالنسبه للاهل توجههم عم بيكون للعشرة من عشرة، فبيكون دائما في سبق طول العام الدراسي انه انا ابني لازم يجيب عشرة، ولكن هي ممكن تكون كثير العلامه اللي هي مثلا 8 ولا 9 هي جيده وحتى هي يعني كثير بيكون باذل مجهود فيها فهو حقق انجاز. نحن المشاكل تجي انه ابني جايب 7 لإلي حل له، طيب نحن يعني انا ممكن هي اقبلها بمقابل شوف امكانياته الثانيه، بمقابل انه انا مو كل توجهي لازم يكون اكاديمي، هو بكل شيء مشاكل بحياتنا في إلها درجات، في ممكن تكون صعوبه بسيطه وممكن تكون لا صعوبه ما لها بسيطه وفعلا يمكن ترهق الطفل لبعدين، فنحن لازم يكون في عنا دائما مرونه ودائما في عنا حلول تانية وبدائل، ما نضغط الطفل لحتى ما يوصل معنا لطريق مسدود بالأخير أنه فعلا نشعر بهذا الفشل وبهذا الإحباط. وأكيد المقارنة مثل ما ذكرتي أبدا مو شيء إيجابي، ولا حتى دائما نحن أنه بتقول أنا أخو ما عذبني بهي الطريقة أو ما درس. نعم. طيب أوكي كل حدا له إمكانياته كل حدا له طريقة ومفتاح لحتى نقدر نوصل له. صحيح. يمكن رندا بما أنه عم تعطي أعمار صغيرة عم بمر عليكي نماذج من صعوبات التعلم اليوم، يعني خلال خبرتك شو لقيتي الحل الامثل للاولاد مثلا ما بيحبوا الروضات؟ لانه احيانا اغلب الاسباب انه ما بيحبوا الروضه، ما بيحبوا يلتزموا متعلقين بامهم او حتى بالبيت عندهم ما كثير بيتعاملوا معهم، كله موبايل موبايل موبايل. تماما. فخبرينا اليوم لقيتي طريقه لحتى تنحل هي القصه تبع صعوبات التعلم عند الاطفال، شو افضل طريقه اليوم؟ شو بتنصحي الاهل كمان اليوم من خلال خبرتك؟ هلا اكثر شيء اللي عم نشوفه ما عم بيكونوا متعلقين باهلهم قد ما متعلقين بالموبايل اللي مع اهلهم. اي تماما. فعم بيكون الوقت اللي عم بيقضوه بالبيت هو بموبايل اللي لامه او لا لابوه. فنحن اول خطوه عم نقوم عم نشوف كثير مشاكل اللي بتتعلق بتشتت الانتباه، بالتركيز الضعيف، حتى بالحركه العشوائيه، عم تكون اساسها هي قعدته الطويله على موبايل او على تاب او على اي شيء من هدول، سواء كان مخصص له ولا بياخذوا فترات معينه. وللاسف انا بتقول لك الام انه انا كثير واعيه بعطيه بس ساعه، هي هي الساعه كافيه لانها تشتته نهار كامل. لا هيك نحن كان الشيء الايجابي انه هو اول شيء بمانع، نحن بدنا نصبر على هي الفتره المنع تبعه، ما بعرف احكي. لا لا تماما. والرفض تبعه لانه بعدين وقت بيشوف الانشطه الحركيه بدك تقولي الممانعه. ايوه. فلما ببلش هو لحتى ينقل للخطوة الثانية اللي هي التلوين، الشيء الحسي اللي بيمسكه بإيده، يلعب مع رفقاته، يركض، يعمل نشاط، ينزل إن شاء الله على الحديقة هو وماميته، فهذا تلقائيا بصير هو بيرفض يمسك الموبايل أو حتى يشتغل عليه. وهون بقى نبلش نحن تبين معنا هاي الفروقات، دائما بيكون بالمرحلة العمرية الأولى أول 5 سنين في خلط بين يا هل هو حركته زايدة ولا هو بس انتباهه ضعيف ولا هو تركيزه ولا إدراكه دون عمره ولا هو فعلا عنده صعوبة. فأنا لما ببلش من هاي الخطوة الأساسية ببلش بقى تظهر عندي نقاط قوته وضعفه، وعلى أساسها أنا بقدر أشتغل، خصوصي لما بتكون الأم عندها بس طفل واحد فهي ما بتقدر تقارنه بمجموعة مثل لما نحن بنكون طفل ضمن مجموعة. صحيح. أيضا خلينا نحكي عن أنه بس يحب الطفل شيء فهو بيتعلمه لو كان هو عن جد صعب، يعني بعيدا عن صعوبات التعلم اللي بيواجهها الطفل، في احيانا المواد عن جد عم بتكون عاليه خلينا نقول فكريا او احيانا اكبر شوي من عمره، ولكن هن بحبوها الاطفال. هون كمان امام الاهل انه تحببوا بالشيء اللي هو رايح عليه، مو انه يلا في الصبح وعندك بدك تخلص درسك على السريع يعني، او ما بعمل يعني او بحرمك من شيء. فقد ايه المهم ايضا انه نحبب الطفل بالشيء اللي هو عم ياخده او عم نتعاطى معه فيه. اهم شيء التنظيم،
ولما انا بخلق له جو روتين ثابت فانا ما عدت فتت بهذا المجال تبع انه معك خمس دقائق لتخلص، فهو اساسا عنده وقت ثابت تماما. هو مقدركه خلال ايام معينه انه انا بهذه الفتره بدي يكون مأنجز المطلوب مني. دائما مثل ما قلتي انه نحن لازم ما نضغطه بتفاصيل معينه، وبنفس الوقت ما نعطيه شيء اكبر من امكانياته، نعطيه دائما حسب امكانياته. انا طفلي بيعرف يرسم، ما بروح بقول له عزف موسيقى، بالعكس بعطيه الشيء اللي هو بيعرفه وبطور له اياه. وبالفترات الاولى انا بترك كل شيء متاح قدامه، هو بقى بيختار ليشوف وين ميوله وبشو هو بده يتميز. نعم. وعلى اساسه انا بشتغل بهذا الموضوع. نعم رندا، يعني كثير من المعلومات اللي توجهتي فيها، وان شاء الله الاهل فعلا يكونوا واعيين عليها، لانه الطفل بعمر صغير اذا ما انحلت مشكلته بترافقه للاعمار وتسبب له مشكله واحراج كمان باعمار متقدمه. بنتشكرك على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها. شكرا لك رندا على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، واكيد ان شاء الله يكون لنا وقفات ثانيه لمواضيع ثانيه بتخص الطفل يلي هو العنصر الهام في المجتمع. شكرا. شكرا لك.